الله الرحمن الرحيم. الاسم هذا الامين حسن قرشي. كليه دوله الحاسوب وتقنيه المعلومات قسم تقنيه المعلومات المستوى الخامس او القرعه الخامسه. انا كمجموع حنتحدث عن الوب كونتنت في هذا الامين حسن قرشي. انا ابو بكر محمد ابو بكر وفايدة محمد احمد. اتحدث عن الوب مايننج فيما يخص هذه الجزئيه. نحن حنتحدث ان شاء الله عن الوب كونتنت اوف مايننج. التنظيف في محتوى الويب فيما يخص في الويب بيج. حدث عن جزئين مهمين: استرد داتا ديستراكشن والتكست مايننج اوبننج مايننج او السنتمنت اناليسيس. فيما يخص التكست مايننج، الحديث عن التكست مايننج فمثلا فيما يخص في المستعرضات او في البراوزرز في محركات البحث، عند البحث عن موضوع محدد في الداتا بيس الخاصه بالسيرش انجن او محركات البحث، يتم البحث في قاعده البيانات الخاصه بتلك المحركات. فبالتالي يتم ارجاع عدد كبير او عدد هائل جدا من الصفحات فيما يخص في النتيجه بتاعت البحث. في التكست مايننج يجب يعني البحث عن موضوع او البحث عن الكلمات التي وضعت في المحرك بتاع السيرش انجن في مثلا في جوجل. عند البحث عن كلمات محدده او البحث عن تدخل نص محدد يتم البحث في الوضع الخاص بالسيرش انجن. اما في الويب مايننج يتم البحث عن الكلمات التي كتبتها فقط في الصفحات المسترجعة، هتكون كميتها أقل، وبالتالي بما أن كميتها أقل هيكون النتيجة بتاعت البحث على الصفحات الخاصة بالموضوع المحدث أو الموضوع المحدد في النتيجة بتاعت البحث. أما في السيمتوماتيك أنالايز يعني التحليل بتاع اللغة الطبيعية، فهي عملية صعبة جدا ويصعب جدا تطبيقها في صفحات الويب. لأنه صعب جدا أن تحليل اللغة الطبيعية، هذا يعني موضوع كبير جدا وتم الحديث عنه مؤخرا، انه يعني فيما يخص في تحليل اللغه الطبيعيه تحتاج الى برامج بتاع الذكاء الصناعي، برامج تفهم طبيعه اللغه او تفهم كيف يفكر الانسان. اما فيما يخص الاستراكشن بتاع الاستراكشن، هذا الجزء المهم الذي حنتحدث عنه في هذه الجزئيه. يعني الويب مايننج جنرال ايكو سيستم تتحدث عن موضوعين اساسيين: الويب يوزر مايننج والويب استراكشر مايننج. فيما يخص اليوزر يعني اليوزر استراكشر مايننج، ديسكفري يتم اكتشاف المعلومات بسهوله يوسفول، يتم البحث عن حكايه المعرفه في الهايبر لينك او المخصص خاص باللغه بتاعت ال HTML. الويب كونتنت اوف مايننج مايننج استراكشر اند انتجريشن، عمليه متكامله وعمليه يتم البحث عن المعلومات والمعرفه في صفحات في محتوى الويب. اكستراكشن تحت اكستراكشن اتحدث عن تو اشياء، عن تو موضوعين اساسيين: الوربر انديكيشن والاوتوماتيك داتا اكستراكشن. الوربر انديكيشن عباره عن مجموعه تعطي مجموعه من الصفحات الويب التي تم انشائها مانولي لكي تمكن الاله عشان ما تتعلم وتنتج قواعد وانماط من تلك الصفحه. بمعنى يتم ادخال مجموعه من الصفحات مانولي يدويا، يتم ادخال تلك الصفحات وتقوم الآلة بالعملية بتاعت التعلم والتلغائي من تلك الصفحات عشان ما تطبقها على صفحات أخرى. أما بخصوص الموضوع الآخر هو أوتوماتيك داتا ديستراكشن، يتم استخراج مجموعة من صفحات الويب، يتم توليد صفحة واحدة فقط من مجموعة من صفحات الويب. هذه الصفحة تحتاج مجموعة من الريبورتس الحدث عنها لاحقا، ويتم استخراج الأنماط أيضا في أوتوماتيك داتا ديستراكشن. الويربر انديكيشن هذه الجزئية توجد ميني ويربر انديكيشن سيستم، مجموعة من الأنظمة الخاصة بالويربر انديكيشن سيستم. من ضمن تلك الأنظمة هذه الأنظمة ومجموعة منها حنتحدث عن نظام ستاركا. هذا النظام هو متاح على صفحات ومتاح على الإنترنت وهو نسخة تجارية. الحرامية التي تعتمد على التري، الحرامية بتاعت الاستراكشن أو حرامية الاستخراج التي تعتمد على التري. مثلا عندنا هذا المحتوى فيما يخص بصفحة بتاعت HTML، هذا المحتوى محتوي على مجموعة من التاكس، مثلا هذه الجزئية يتم بناء التري بهذه الصورة: النيم محتوية على 3 بيرثدي وسيتيز والاي دي سيتيز، الليست اوف فون والسيتي، الليست اوف فون
ده السيتي، والليفت اوف وان تحتوي على النمبر والاريا كود، النمبر النمبر والاريا كود بين قوسين هذا. السيستم اللي تحدث عنه قلنا وصالكا، هذا النظام هو نسخة تجارية. احنا نعطيه مجموعة من القواعد بتاعت التعلم، هذه القواعد يتم انشائها مانوالي يدويا. مثلا مثلا في الجزء دي القاعدة الأولى الرول 1 هنا سكيب 2 الغوص سكيب 2 التاج الخاص بتاع الاتشيفمنت بتاع البي بتاع الثغرات عنده فلوس. الرول الثانية سكيب الغوص يتم بمعنى يتم البحث في صفحة الويب بكل ما يخص أي محتوى يحتوي على التاج الخاص بالبي وأي شيء يحتوي على شيء بين قوسين، ففي النهاية يتم إرجاع هذا الرقم 312 يتم إرجاع هذا الرقم لصفحة الويب mining of web. أما الموضوع الآخر إيشو أوتوماتيك إنستراكشن، عملية صعب جدا يتم مع الترقيات مع المتلقيات الحالية، ومن الصعب أن تولد صفات إضافية الخاصة بالاسم من صفحات الويب. وإنستراكت أوف مالتي أوف سايت نيد تو إنتجريشن، عملية بتاعت الاستخراج بتاعت الداتا من نوع من السايت تحتاج لعملية بتاعت إنتجريشن، سواء كانت العملية مانوال أو كانت أوتوماتيكلي. وفايدة الإنستراكشن يتم إدخال الانبوت والاوبجكتيف، يتم ادخال سيجنال اوف لوب بيج ومالتي اوف داتا ريكورد، يتم ادخال صفحه واحده تحتوي على الداتا ريكورد من حيث عنها لاحقا، ويتم عمليه اوتوماتيكلي بدون تدخل من الانسان بدون تدخل من اي شيء اخر ليتم استخراج تلك الداتا. الخطوه الاولى يتم تعريف الداتا ريكورد، والخطوه الثانيه يتم استخراج الداتا ايتم وارزم. مثلا هذه الصفحه تحتوي على مجموعه من الداتا ريكورد اي الداتا الداخليه ومجموعه من وتحتوي على الداتا ريجون، يمكن تعرف الداتا ريجون والداتا ريكورد. هذه الداتا ريكورد يمكن تخزينها في الاخر في تيبل وهو كالتالي. هذا التيبل يعني استخراج البيانات الهيكليه، مثلا الرسومات كل شيء هيكلي. كيف يتم البحث هو مالي داخل هذه الداتا عن طريق الورابر انديكيشن واوتوماتيك داتا اكستراكشن. بعد ما يتم ادخال البيانات في تيبل وتخزين كل الداتا ريكورد يوجد ملاحظات إنه مجموعة الداتا داتا ريكورد يتم عرضها في شكل بتاع في شكل في ريجون متضخمة أي في شكل بتاع تيبل، هذا يسمى ريجون. ومجموعة بتاعت الداتا ريكورد يجب أن تبدأ الداتا ريكورد في أول عقدة مذكرة، توجد عقدة بيرنت، هذه العقدة هي العقدة الرئيسية، كل العقد تندمج تحتها بعد عمل الداتا ريكورد. عشان ما تديني الصفحه في ثلاث خطوات يبقى نعملها، بدنا اتش تي ام ال تاج التري اتش ام ال تاج ومايننج داتا ريجون وايدنتيفاي داتا ريجون كما عملنا سابقا. مثلا هذه الصفحه بتاعت الاتش تي ام ال اريد ان ابني عشان معانا اعطي صفحه عن طريق الاوتوماتيك داتا اكستراكشن مجموعه اساسيه من تلك الاشياء. اولا يتم بناء التري بهذه الصوره بواسطه التاج الخاص بالاتش تي ام ال، ثم بعد ذلك أحدد العقدة الرئيسية The Generalizes of Note. هذه العقدة الرئيسية يجب أن تكون كل العقد إنسان أو فيران تحت عقدة واحدة رئيسية، وكل العقد يجب أن تكون متجاورة. بتعريف الداتا ريجون تحتوي على two or more داتا ريجون، إن كل العقد هذه تكون تحت عقدة واحدة رئيسية أيضا، وكل العقد يجب أن تكون متجاورة متقاربة مع بعض، وكل العقد العامة يجب أن تكون متشابهة. فالنظام هذا المثال هذه يسمى عقدة تكون متجاورة، وكل العقد يجب أن تكون تحت عقدة واحدة رئيسية.